طيب بمناسبة الحديث عن كاميلا هاريس، قولي لي، لأنه الواحد دلوقتي بيتابع وبنحاول ننقل الناس الصورة، يعني بدأ التبادل البليم جيم أو تبادل الاتهامات في صفوف اتهامات. الحزب الديمقراطي. الديمقراطيين بيقولوا إن المجتمع الأمريكي مش مستعد لأفكارنا ومش مستعد لتقدميتنا وإنه لسه عنصري وإنه مش قادر إنه يتعامل مع ست في منصب البيت الأبيض. بينما في رأي تاني جوه الديمقراطيين بيقول لا، احنا عندنا مشكله انه رسالتنا ما وصلتش. انا هنا مش بسالك بقى على، انا بسالك كمواطنه تقيم في الولايات المتحده الامريكيه لفتره طويله، انت شخصيا شايفه الغلط بالنسبه لهم كان فين؟ في افكارهم ولا ان هم ما وصلوش رسالتهم فعلا؟ في شخصيه المرشحه ولا في افكار المرشحه؟ بافكار المرشحه وبشخصيه المرشحه. لماذا؟ اولا الجميع، انا يعني انا احمد الله بان اولادي كبروا، فمش بحاجه الى ان اقلق بالنسبه لي ما يعلم ما يدرسون بالمدارس. يعني الحزب الديمقراطي هناك اقليات في داخل الحزب الديمقراطي التي تتحدث على ان من حق الطفل، يعني نحن نعرف بان البالغ هو 18 عاما. انت كمواطن امريكي لا تستطيع ان تتزوج الا اذا كان عمرك 18 سنه او تحارب بالجيش او تنتخب، لكن أن يسمح للطفل بالمدرسة أن يقوم بعملية تحول جنسي من أنثى إلى ذكر أو العكس دون أن يكون هناك رأي للأسرة، هذا يعني تطرف، يعتبر تطرف. المفاهيم للحزب الديمقراطي أصبحت تأخذنا باتجاه وكأن الأقلية أغلبية، وعلى الأغلبية أن تدعن لآراء الأقلية. طبعا الأقلية لازم تحترم، يعني يقال بأن majority rights و majority rule and minority rights، يعني بحق الأغلبية التي تحكم والأقلية لها حقوقها، وهذا يطبق على كل الأقليات سواء كانت دينية أو جنسية أو عرقية أو الأخير. لكن ما جرى مؤخرا أنه بالفعل الحزب، البعض يرى بأنه تم اختصاص هذه الأجندة، أصبحت راديكالية، حتى فكرة أنه يجب أن يقوموا بعدم تمويل الشرطة. ودوما كان ترامب يقول في أعقاب مقتل جورج فلويد بأنه الولايات الديمقراطية والحكام الديمقراطيين مدنهم تسودها الفوضى. هذه من ناحية. من ناحية أخرى موضوع الاقتصاد، يعني الموضوع الاقتصادي والتضخم، وأنا أعاني منه مثل بقية الأمريكيين. يعني أسعار الفائدة، أنا إذا بدي أعمل ريفاينانس للمورجج اللي هي القرض من البنك، كانت زمان بعهد ترامب 2.9 2.9، الآن 7% الفائدة. يعني مثلا أنا أولادي ما بيقدروا يشتروا بيوت لأنه الأسعار كثير كثير غالية، فهذه الفرص لم تعد موجودة للجيل الجديد. يعني هناك نقمة في الواقع، أسعار الكماليات، يعني أسعار الخبز والحليب والبيض. وأنا مرة أخرى، إذا كنت أنت رب عائلة ولديك 4 أطفال، أين ستجد هذه كل الأموال؟ حق الرقيق مصري رغيف خبز ب$6، جزء منها لا تستطيع ان تلوم الحكومه على كل شيء. ما يهمش بقى المواطن الامريكي انه الخبراء الاقتصاديين بيقولوا له انه الاقتصاد بيتطور ولا نسبه النمو، ما يهموش الكلام ده، ولا انه احنا الاقتصاد الافضل في العالم. المواطن الامريكي مهتم بالفواتير اللي بيدفعها اخر النهار كل اسبوع 100%. اذا بتقول له انه البورصه بنيويورك مرتفعه وانه الاسعار كثير على انه بتعمل ارباحها، شو بيهمه هو؟ هو بيهمه توفير قوته اليومي. وعاد عن ذلك الأدبيات والمقاربات الإنشائية، أن الديمقراطية في خطر، بأن ترامب هو ديكتاتور ونازي وجنرال تحدث معه في السابق وقال بأنه يحب النازيين وإلى آخره، بينما ترامب يخاطب المواطن العادي يقول له بأنك لا يوجد أمن، لا يوجد حدود، ولا يوجد وضع اقتصادي سهل. وسأل سؤال بسيط، هل أنت أفضل اليوم بالمقارنة مع 4 سنوات سابقة؟ كان هذا السؤال، الجواب لا. ومن هنا رأينا، عودة لسؤالك الأول، إذا رأينا الخرائط التي تنشر على المواقع الأمريكية الآن، ترى هذه الموجة الحمراء التي صدمت الجميع. يعني أن يسيطر الجمهوريين على حتى ترامب نفسه، كاليفورنيا القلعة الزرقاء للديمقراطيين نصها أحمر بالضبط، ونيويورك يعني أعطيه 5 سنين بتصير ولاية زرقاء، يعني هذا غير معقول. نيويورك نفسه قلص الفرق بينه وبين بايدن ب10 نقاط فقط، كانت تقريبا 30 نقطة. فبالنهاية البلاد تسير بالاتجاه الخطأ. يعتقدون بأن الديمقراطيين بالأجندة الاقتصادية والأجندة الاجتماعية فأصبحوا يعني غير قادرين على إدارة دفة البلاد. والحدود، تحدثت أنت على المهاجرين غير الشرعيين، وأنا أريد أن أوضح نقطة. كثير من الناس على فكرة بعثوا لي، يعني أنت حتى كمهاجرة
بكل الأحوال الباطنة الأمريكية، بس بغض النظر كمهاجرة هل سيتم طرد المهاجرين؟ لا، هو يتحدث عن المهاجرين غير القانونيين. هناك ملايين، هناك أعتقد بنسبة مخيفة أستاذ شريف، يمكن 6 أو 8 مليون. وأعتقد هذا السؤال وجهه بريت بيرد من محطة أصلة كاملا هاريس في أحد المقابلة الوحيدة التي أجرتها، وقال لها بالسنتين أو بالعامين أو حتى يمكن بست شهور عدد المهاجرين غير شهرين 8 مليون 6 مليون، عدد رهيب، يأتون من أمريكا اللاتينية عن طريق عصابات ولا يتم التفتيش في هوياتهم، ولأن النظام ديمقراطي لا يتم إبعادهم بسرعة، يعني يخضعون لنظام النظام القانوني بالذهاب إلى المحكمة وينتظرون القاضي، والقاضي يقول لهم تعوا ارجعوا بعد شهر أو شهرين وبالتالي يكتفون. فمن هنا ترامب يقول أن موضوع الحدود خلاص، يا إما عندك دولة بحدود أو عندك دولة بدون حدود. وعلى فكرة أمريكا بحاجة للكفاءات، إذا أنت أتيت كشخص من الخارج عن طريق الطائرة ودخلت وقدمت ودفعت الضرائب، الولايات المتحدة بحاجة لك، هناك نقص بالمعلمين والأطباء والممرضين وأصحاب التكنولوجيا. طلع أنت على سيليكون فالي، كلهم مهاجرين، طلع على أبل ولا على جوجل ولا على كل، معظمهم كلهم مهاجرين، أتوا من كل بقاع العالم. هذا هو الحلم الأمريكي، لكن ليس المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون بالملايين، والدولة تضطر أن تدفع خدمات تعليمية وصحية على حساب المواطن الأمريكي الذي صوت ضد سياسة الديمقراطية.